من بعد ختام جولتنا الثقافية نرمية رح نروح لمحطتنا التالية لنتحدث فيها عن أنماط العلاقات السائدة بالعمل وأنواعها، سواء بين الموظفين، بين الموظف والمدير، بين الموظفين والعملاء. محاور كثيرة رح نناقشها مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية غالية سعيد. سعد صباحك غالية، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يسعد وصباح صباحك. الرواء وصباح الشتاء، أنا كثير اشتقت لكم. نحن كمان استفدنا لك على الشاشه دائما، يعني غاليه انت بتعطينا هيك طاقه بضحكك بوجودك. يعني اليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم، هو العلاقات السائده في العمل. خلينا نحكي عن ابرز العلاقات يلي بتكون ضمن نطاق العمل. تمام، خلينا نبدا اول شيء بالمجمل نعرف شو كلمه علاقه، شو يعني كلمه علاقه اللي كثير بنتداولها نحن اجتماعيا. كلمه علاقه معناته انه يكون في رابط نفسي اجتماعي معنوي ودي بيني وبينك، بغض النظر شو ما كانت مكانتك، سواء كنتي زميلتي بالعمل، صديقتي اجتماعيا، اي شيء. تمام، هي كمبدا علاقه، لانه للاسف هو مبدا علاقه بالاساس هو شائك كثير، ونحن بنشربك الامور كلياتها فيها مع بعضها. بننتقل لفكره انه انا كيف بدي تكون علاقتي ضمن العمل. في مشكلة كتير سائدة بين طبيعة تفهم البشر، انه للأسف عندنا المشكلة انه انا بس دخلت على محيط عمل معناتها لازم اعمل الكل اصدقائي والكل رفقاتي غلط، والكل اسراري عندهم، واذا بتعرفي انا ويني او اذا بدك تعرفي انا وين بس دقي على الشغل اساليهم وين فلانه. فطبعا الكل عنده السي في تبعي الكامل. هي اكبر غلط نحن بنبدا فيه لما بندخل. في فكره كثير غلط كمان، نحن بندخل على العمل بنتوقع انه نحن رح نطلع اصدقائنا الضائعين اللي كانوا على مر العصور، انه انا ما لقيت صديق برا فرح لاقيه بالعمل 100%. انا ما لقيت حبيب برا فاحتمال كثير كبير لاقيه بالعمل، حتى العوام بتقول لك يلا بكره بالشغل لاقي نصيبك، او من الكلمات هي. اذا ما لقيت، اذا ما كان عندي اخت مثلا فبقول لك بكره بتلاقي اختك جوا، اذا 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 اذا، ومن هالاذى اللي بتفتحها كثير مجالات. الفكره ابدا مو هيك، نبني توقعات واوهام كبيره يعني عليكي. بالمجمل خلينا نصدم شوي الاحلام الورديه اللي بتكون، لا انا بحكي بالواقع. هن 8 ساعات مطلوب منهم اخلاص، وضوح، نيه صادقه، والتزام ببرنامج العمل. بس هذا هو يعني هلا حتطلع على معقول بس هيك؟ وين فنجان القهوه؟ وين الرفقه؟ وين الزماله؟ وين الضحك؟ اذا انا بدي احافظ على ديمومه، بدي احافظ على استمراريه وانتاج، بدي حدا فعلا ينضوى فوق راسه نجمه، هيك لازم يكون مبدئي. 8 ساعات شغل واخلاص وبرنامج عمل وانتهى الموضوع. يمكن غاليه نحن بنفوت على اي مجال بنتعلم منه، دائما بنفشل ودائما بنوقع، ما في حدا ما وقع وبعدين قام وتعلم. اكيد مثل ما قلتي يمكن بمجال العمل، خلينا نحصر علاقتنا بزملاء العمل، ممكن تاخذي صديق من العمل من بين مثلا 10 ممكن يكون في واحد، ولكن العلاقه الاجمل هي تكون برات العمل، انه ناخذ الصديق وطلعوا لبرات العمل. قديش ايضا مهم الاحترام بين الأشخاص في العمل، عدم تجاوز الخطوط الحمراء، عدم التدخل في الحياة الخاصة لأي شخص. أغنيك عن الحكي الكثير، ولكن قديش حرمة خصوصية الإنسان هي كثير مهمة بين زملاء العمل. ما في داعي أنا أسألك عن حياتك الخاصة، لأنه طبعاً كل إنسان له حياة خاصة. هاي الفكرة ذكرتني بموضوع كثير مهم. إذا سألنا حالنا هذا السؤال، شو الفرق بين الزميل والصديق؟ هلا يمكن احيانا تجيكي اجابات كلهم شخص موجود بحياتي. يي كثير الفرق شو كبير، يي شو كبير. الزميل هو حدا مزامل معي، يعني ماشي معي بمسيره الحياه بهذا المكان ضمن هالثمان ساعات فقط، انتهى الموضوع. اما الصديق فهو انسان من الكلمه هو صادق معك مواقف الحياه، فكثير فرق كبير بيناتهم. يلي عفوا المضحك المبكي انه احيانا بتسمعي اشخاص من برا انه انا رفيقتي غدرت فيني. طب ممكن تعرفي لي صديقتك شو وضعها او وين هي؟ هي رفيقتي بالشغل وانا بحكي لها كل شيء وبتعرف عني كل شيء وكل حياتي وكل اسراري. طيب اوكي، ما رح اقول لك شيء ينزعجك، بس رح اقول لك انه انت كنت السبب انه هي عملت هاي العشوائيه وهالفوضى بحياتك، وبكل بساطه حملت حالها ومشيت، لانه انا خلطت لها كذا دور، اعطيتهم كذا مجال، انت رفيقي وصديقي و و و وفتحت لك كل اسوار حياتي، واذا انا في شيء ما بعرفه عن حالي فانت بتعرفيه عن حالي. هذا اكبر غلط ممكن يصير. نرجع ونقول فكره العمل هو مكان لانجاز شيء محدد، وليس مكان لانجاز العلاقات والصداقات والرفقه و و و من الاشياء، والا رح نطلع بفشل وبذريعه كثير مهمه. غاليه وكانك عم تقولي لنا من مكان العمل ما فينا نطلع بصديق، يعني بدي اقول لك اياها بتكون معنا بالسهوله، معنا بالسهوله حتى تقولي عن حدا صديق. هاي العلاقات رح اقول لك ليه. طيب بكل بساطه انا وياك اصدقاء، انا حدا
اختي حبيتيني بس انا مو كثير لسه، بلشتي نطلع انا وياكي لبرا. طب انا وياكي بنشتغل بنفس المكان، ما بدي شكك بالنوايا السيئه لا، ولكن ممكن بلحظه انا اعرف انه نيرمين ما بتعرف تشتغل هالشغله، فانا روح بيض وش عليك. انا اعرف انه نيرمين نقطه ضعفها هيك، فانا روح احكي عنك قد ما كنت انا، لانه انا اساسا ببيئه تنافسيه والغيره ما بنقدر نخلص منها. فانا وياكي ببيئه الفكرة. تنافسيه، فالدافع التنافسي بده يدفعني عليكي قد ما كنتي صديقتي، قد ما كنتي بحبيبتي بده يدفعني. ولكن اذا انا صديقه خارجي فانا مالي فيكي، نجحتي ترقيتي اجى ترقيتك هذا الشهر، بالعكس يمكن هللك او افرح لك اذا كنت حدا محب، بس انا وياكي بنفس المكان ما بدي اعمم لانه التعميم خطا، بس الغالب بيكون ليش هي ليش مو انا شو احسن مني هي. عم تحكي واقع شو بنسمع للكلمه، عم تحكي واقع عن جد، وعم تحكي وجع يمكن للكل، ولكن مع الايام بيصير الانسان بيفكر بنفسه بحاله بيرمي ورا ظهره. صدقيني احيانا الانسان بس يطلع من مكان عمله قد ما كان بيحب عمله بينسى، يعني بقى بيتذكر في عنده علاقات تانية، عنده حياة تانية، وما شرط يربطها بعلاقات الزمالة، ولكن نرجع من عيد الاحترام لازم يكون موجود. ودائما الإنسان يمكن آخر شيء بتنكشف جميع النوايا، بنعرف الإنسان اللي عنده خلفيات مثلا شوي غيرة، الغيرة هي موجودة ولازم تكون مرض بس لازم تكون، لأنه ما فينا نتخلص منها ملاحظة، ولكن لازم الإنسان شوي يكون عملي هيك شوي اكتف اكثر، ما يرمي ورا ظهره. قديش مهم ايضا انه نحن ايضا نكون مع الاداره، ما رح نحكي مع زملاء العمل، ايضا نكون شوي متعاونين، منعصب كثير، ممكن يكون في قرارات جائره، قصص بتخلينا ننفعل نعصب كلنا، اللي بيطلع شيء علنا احسن ما يخبيه بقلبه. قديش مهم ايضا المناقشه والحوار بين الاداره وبين العاملين باي مؤسسه، مو بس بمجال وبالشركات ايضا. هلا المجال كثير يعني حلو انه نحن تتناقشي او انك ترفعي اقتراح او انك تقدمي فكره. كمان في فكره كثير مهمه، شوفي شو اللي بيصير. في ناس للاسف بتفهم، عفوا على التعبير العامي، انه تمسيح الجوخ هو وسيله جيده، فبتلاقيهم دائما البراغي يا استاذ ويا استاذ ويا استاذ، وبيفتح له الباب وبيجيب له القهوه وبيصبح عليه. لا، إذا كان مدير يعي تماماً بديناميكية التفكير والعمل فحيعرف أنه أكس على هذا سرسار، وبالعامي هذا مسيح شوخ، هذا زلمة صياد فرص، فما أنا فكرة حلوة أبداً. هي شغلة يمكن المدير ما يقبلك، وبالمقابل زملائك رح يطلعوا عليك إجا صاحب الوشين بعده عنه هذا بلم حكي وبروح بيوزع، فهي ما أنا شغلة حلوة أبداً. أنا بحب مديري، طيب كتير حلو، فيني بكل بساطة أوكي لمحته بصبح عليه بكل احترام، هذا الكلام يخلينا ياكم ومدري شو من هالكلام، عرفتي هذا أنا سامعانته على أرض الواقع. يعني المدير بده يطلع شبه شو عامل له انا، لا ليش كل هالقد انه راتبك ما رح يزيد وترقيه ما رح تطلع باسمك زياده، بالنهايه المدير هو شخص واعي لحتى وصل لهذا المكان، فهو عنده درايه، يعني عنده بمعرفه انماط العقول، ما له حدا رح تنضحك عليه هيك انه والله لا مو هيك، فيني يكون لطيف اذا هو حب يفتح معك حديث او يسالك او يسحب منك اقتراح فاوكي لا مانع. الوقت بده يكون كتير قصير، الكلمات بده تكون كتير منمقة، طريقة الحديث. أما هذا برجع بقول على عم تمسيح الجوخ تماما ما له نتيجة أبدا. غالية لما نحكي عن العلاقة مع المدراء كيف لازم تكون، يعني لازم تكون ودية رسمية متحفظة، كيف لازم تكون شكل العلاقة الصحيح؟ أهم شيء تكون رسمية صدقا، أهم شيء يعني ما أنا ودية، مجرد ما أنا كسرت الحاجز بيني وبين هذا الشخص حتى لو كان مديري، ممكن للأسف خليني أحكي على الطرف الثاني، ممكن يكون مستغل، ممكن يكون مدير عم يتعلم منك، صايرة وكتير أحيانا بيجيبوا مدير حدا جديد فهو ما بيعرف لسه بطريقة ما صار بهذا المكان، فبيروح بدور على أكثر موظف شاطر أو أكثر حدا بيعرف يعني خبايا هذا المكان، فتعي يا حبيبي بيعزمك على فنجان قهوة، حبني المدير هو ما حبك، هو يمكن عم يسحب منك معلومات، عم يعرف مين لازم يعتمد عليه، مين مين مين، مجرد ما فرغك حيقلك باي باي، هذا إذا ما أقالك لمكان تاني. فالفكرة لازم تكون رسمية، لازم تكون ما تتجاوز السلم التراتبي، أنا موظف بمكان ما وهو مدير بمكان ما، صح، ففي تراتبية في احترام ما لازم اتجاوزها. وارجع بقول مين قال انه في موظف ومدير بيصيروا اصدقاء؟ غالبا العلاقه بتنتهي يمكن مع المصلحه، يمكن اذا فينا نقول نيرمين يمكن احيانا بيكونوا اصدقاء
قبل وبس يكون بموقع إدارة تصير العلاقة رسمية. دائما يمكن هاي القصة يعني بيعانوا منها أنه نحن كنا أصدقاء ولكن هلأ صرت أنت مدير. نحن منفصل قديش مهم أنه نفصل ما نخلي علاقة الصداقة يعني أحيانا تأثر. يعني ممكن وحدة الحال هي ما أنا موجودة بي إذا ما هو فصل قبل ما تفصل تماما هو بيكون هو رح يفصل تماما. لك لك أنت رفيقتي وحبيبتي وهيك بس أنا صرت شغل بس أنا صرت مدير بس أنا صرت مدير إيه. وطبعا رح تتغير دغري هالنظرة ما عاد فيها الودية ما عاد فيها القعدات ما لا أنا صرت مدير يعني أنا شغلة صرت يعني ما بتعرف في هذا المنصب قد إيه تعبت له أنا أكيد. فبالمجمل أساسا بنرجع بنقول فكرة كتير حلوة رجاءا بدكم أصدقاء ما تدوروا عليهم بمحيط العمل ما رح يكونوا أوفياء لكم. ما بدي عمي مشان ما يقول لك لا يطلع حدا يقول لك انا عندي صديق والله من اي اصلي 20 سنه انا وياه بنفس الوظيفه. طيب ماشي احنا ما بدنا نعمم. الزمان تغير والعقول تغيرت والنفوس تغيرت اكثر وظروفنا تغيرت وتغيرت ظروفنا اكثر. يمكن بوقت ما كنا متساويين هلا لا ما لنا متساويين. هلا كل حدا عم يحاول عفوا على التعبير انه يعمل هيك للحدا الثاني انه مين بيرجع بتحت اطار الدنيا للفرص والمين الاشطر هو اللي بيسبق. صح هيك صارت المبدا. فانا مالي مضطر فوت بهي الدوامه وجع قلبي وجع حالي وجع نفسيتي اساسا اقعد اندب وليش هيك صار فيني ولهيك عمل فيني وامنت له. خليني بالمجال الامن واضمن انه انا عندي 8 ساعات وانتهى الموضوع. مليان برا اصدقاء مليان برا علاقات مليان برا ناس بعيده عنك فينك تاخذ اي مكان. نعم غاليه يمكن السبب بهذا الشيء انه نحن شعب عاطفي العاطفه كثير بتتحكم فينا أكيد. ودائما بدنا نروح على جو العمل سالي دائما نقول بدنا نعمل علاقات جديده بدنا نبني علاقات جديده. بالوقت اللي باقي دقيقتين خلينا ناخذ منك نصائح كيف لازم نصلح سلوكنا كيف لازم ننظر للاصدقاء وكيف لازم نحن نوجه حالنا لنغير يمكن نخفف توقعات من الاصدقاء نخفف تواصل شو لازم نسوي. بالمجمل نحط الفكرة الأساسية أنا داخل على مكان عمل في عندي مهمة بتلتزم الإخلاص والاهتمام وأداء الواجب خلصنا من هذا الموضوع. إذا أنا كتير لقيت شخص مناسب وحبيت أني أنا أعمله صديق في عندي خطوات لحتى ينتقل هذا الشخص لحتى أعرفه قدام المجتمع أنه هذا صديقي. ممكن يكون أول شيء زميل جرب معلش شوي 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 ممكن تسحبه لبرا إذا كتير لقيت في تناغم عقلي بيناتكم إذا حدا كتير كان يعني المستوى العقلي تبعه كتير راقي ما عنده هالأمور طبعا في هيك ناس ما بنعمم اكيد ممكن بعد فتره طويله اقول انه انا صار عندي صديق. ولكن بالمجمل الرسميه كثير ظريفه كثير حلوه بتضمن انه انت ما ياخذ حدا. العلاقات العاطفيه ارجوكم انه ما تحكم بمكان العمل لانه ما في داعي كل ما شفتك رجع حكاكي ولا لساته ما عم يرد عليكي ما في داعي انا وياكي بنطاق عمل صحيح. او ليش متضايقه متخانقه معه مثلا فورا هلا إيه ليش متضايقه تركيا ما دق لها امبارح انه لا انا بالهيك عم بتدخل بخصوصياتك تماما حياتنا خاصة هي اسمها خاصة أكيد. فما في داعي تفرض على طاولة الحوار. فنجان القهوة اللي بيكون بيني وبينك هو مو معناتها أنك مفتاح لتفوتي على حياتي وفوت على حياتك صحيح. وتعرفي قصص عائلتي وعائلتك أكيد لا خلينا دائما كل إنسان يعني لما بيعرف قدره فبيكون دائما حاطط الخطوات لقدام أكيد. الانغماسية الكاملة هي سبب أهم مشكلة بيني وبين أي شخص تاني صحيح. إن قدسية إن حرية خاصة لازم نحن نحافظ عليها تماما. يمكن غالية نحن اليوم أخذنا منك شوية معلومات ونصائح نتمنى من كل يلي شاهدنا وتابعنا أكيد يستفيد منا. ودائما الخطوط لازم تكون مرسومة بأي علاقة من علاقات سواء العلاقات العملية أو العائلية. بدنا نشكر كتير وجودك معنا بدنا نشكر صباح اليوم اللي نورتينا فيه أهلا وسهلا. شكرا لك.